رسالة نصية: تفاصيل نتائج فرز الحجز في شقق سكن لكل المصريين وإعادة فتح التقديم لهؤلاء. يترقب العديد من المواطنين إعلان وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي النتائج النهائية للمتقدمين لشقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعد بدء فرز الملفات رسميا خلال الشهر الماضي. ومع اقتراب الإعلان عن نتائج الفرز، بدأ الكثير من المصريين الذين تقدموا لحجز وحدات سكنية يتساءلون عن تفاصيل نتائج فرز الحجز في شقق سكن لكل المصريين التي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وحسب تصريحات مصدر مسؤول، فإنه تم الانتهاء من مراجعة الملفات إلكترونيا وتبين وجود بعض ملفات المتقدمين غير مكتملة الأوراق المطلوبة للحجز، لذلك سيتم إعادة فتح الموقع الإلكتروني لهم لإرسال المستندات غير المكتملة. كما أنه تم إرسال رسالة عبر التليفون المسجل في طلب التقديم، حيث تتضمن هذه الرسالة موعد فتح الموقع الإلكتروني لتقديم الأوراق الذي يبدأ من الاثنين 22 من فبراير وحتى الأول من مارس المقبل لمدة أسبوع فقط. وأشار المصدر إلى أن هذه الخدمة متاحة فقط لمن حصل على رسالة عبر الهاتف الخاص به وليس لكل الحاجزين، شرط عدم سحب جدية الحجز. وجاءت رسالة الفون على النحو التالي: يرجى العلم أن طلبكم للحصول على وحدة سكنية بإعلان المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لم يتم تسجيله على الموقع الإلكتروني، وعليه سيتم إتاحة الموقع في حالة عدم استرداد قيمة مقدم جدية الحجز في الفترة من 22 من فبراير حتى الأول من مارس كفرصة أخيرة للتسجيل والتقديم ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني. وكانت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي قد أعلنت عن طرح المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين نوفمبر 2020 وانتهى التقديم في شهر ديسمبر. وخلال فترة الحجز كان يوجد بعض المشاكل الفنية في الموقع الإلكتروني المخصص للحجز لفترات طويلة، مما تسبب في تأخير الحجز وتقديم الأوراق لبعض المتقدمين، حيث تم مد فترة التقديم أكثر من مرة. وفي مطلع شهر فبراير الجاري أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدأ إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين واحد لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التي سبق فتح باب الحجز بها من يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2020 يوم الخميس 31 من ديسمبر 2020. وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها، وسيتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم من غير المنطبق إلى المنطبق. وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق. تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء منطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.